أعزائي الطلاب وطالبات التعليم الفني، مع حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة. النهاردة هنكمل بقية كلامنا عن مادة التخطيط للصف الثالث، قسم ملابس جاهزة، الباب الثاني، نظم الإنتاج. احنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن عوامل الداخلية والعوامل الخارجية، واتكلمنا فيها عن الإنتاجية، واتكلمنا فيها عن العناصر الإنتاج زي الأداء والتكنولوجيا، واتكلمنا ازاي اتكلمنا عن طرق تحسين الانتاج. النهاردة هنتكلم عن موضوع برضو شيق جدا، ان ازاي اعمل ايه مشكلة قياس اداء العاملين. مشكلة قياس اداء ايه انتاج العاملين، يعني ايه؟ هل ان العاملين اللي موجودين داخل المنشأة صعب ان انا اعمل لهم قياس للانتاج بتاعهم؟ ده لازم اعرف ازاي اعمل قياس للانتاج العاملين. لان انا عندي داخل المنشأة اكتر من شخص بيشتغل، في شخص بيشتغل بالقطع، في شخص بيشتغل بالكمية، في شخص بيشتغل بالاسبوع، في شخص بيشتغل بالشهر، في اشخاص بتشتغل بالساعة. فبالتالي ان انا ازاي احسب الاجور دي، احسب اجور العاملين دي ازاي، وازاي اقيسها، يعني اعمل لها مقياس ان انا دوت هديله قد ايه في الساعة، ده هديله قد ايه في اليوم، ده هديله قد ايه في الشهر. فدي لازم اكون اعرف ايه الطريقة اللي احسب بيها قياس انتاج العامل. تعالوا بقى نشوف كده الدرس بتاع النهاردة. ما هي مشكلات قياس انتاج العاملين؟ ما هي مشكلات قياس انتاج العاملين؟ تعالوا مش كده نشوفها. اول حاجة بيقول لي ايه؟ ان معدلات قياس الانتاج لا تراعي ان بعض المصانع الكبرى تحوي اكثر من مرحلة انتاجية، الامر الذي يتطلب زيادة عدد العاملين فيها. يعني انا عندي بعض المصانع الكبيرة بيبقى عندها كذا خط انتاجي، كذا دور، بيبقى في مصانع كبيرة جدا فيها كذا مكان، المصنع بيبقى هو نفس تكوين المصنع، بس كل مثلا دور ليه مرحلة انتاجية مختلفة. الاقي مثلا مرحلة انتاج بنطلون، مرحلة انتاج قميص، مرحلة انتاج بلوزة، مرحلة انتاج جونيلا، ممكن يبقى شغال حريمي ورجالي في داخل المصنع، ممكن يشتغل كمان اطفال، فبيبقى عنده مراحل انتاجية كبيرة، وعنده عمالة كتيرة جدا، عمالة بتشتغل داخل المنشأة دي. يبقى دي أول حاجة بقولك، معدلات قياس الإنتاج لا تراعي أن بعض المصانع الكبرى تحوي أكثر من مرحلة إنتاجية، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد العاملين فيها. يعني بتحتاج عاملين كتير عشان يشتغلوا تحت المرحلة دي. عند حساب عدد العاملين الذين أسهموا في إنتاج وحدة إنتاجية معينة لا يحسب الوظائف الخدمية كوظائف الصيانة والشراء ومراقبة الجودة وإدارة الأفراد والحسابات والتخزين وبحوث السوق، وتسمى بالعمالة الغير مباشرة وتكون أزيد من العمالة المباشرة. النقطة دي مهمة جدا، إن أنا عندي داخل المنشأة الصناعية أو أي مكان بيبقى فيه ناحية عملية بيبقى في عندي عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة. العمالة المباشرة اللي هي بتشتغل في المنتج نفسه، اللي بتصنعني المنتج نفسه، دايما هي دي المنشأة بتركز على دول، بتركز على العمالة المباشرة لان هي دي اللي بتطلع لي الانتاج. طب العمالة الغير مباشرة اللي هي ساعدتني علشان اطلع الانتاج ده، ان اللي هي اللي هم بقول عليها إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد البشرية اللي موجودة داخل المصنع هي دي اللي بتساعدني علشان يبقى خط الإنتاج بتاعي ماشي مظبوط. فبقول عليها عمالة غير مباشرة. اللي هي عمالة غير مباشرة يعني ملهاش علاقة بالمنتج، دي ليها علاقة بالنواحي الإدارية، الوظائف الإدارية فقط، لكن ملهاش علاقة مباشرة بالمنتج. فعشان كده بيتقال عليها ايه؟ عمالة غير مباشرة. العمالة الغير مباشرة دي احيانا كتير بيبقى عددهم اكتر من العمالة المباشرة، ولكن مبيبقاش محسوبة داخل حساب المنشأة.
ويبقى دول ليهم طريقة في التعامل وفي حساب الإنتاج بتاعهم. فعشان كده بقول إيه، إن عدد العاملين الذي أسهموا في إنتاج وحدات إنتاجية معينة لا يحسب الوظائف الخدمية. فالوظائف الخدمية دي زي وظيفة إيه، الصيانة، اللي بيعملي صيانة شهرية أو يومية للماكينات، الشراء اللي بيروح يشتري الخامات ويجيب لي الخامات، مراقبة الجودة اللي بيراقب جودة المصنع كله، إدارة الأفراد زي الحسابات، الشؤون الإدارية والمخازن، ماشي، واللي بينزل يعمل لي بحث عن السوق والبيع والشراء، كل دي بقول عليها عمالة إيه، غير مباشرة. عدم مراعاة أثر استخدام الآلية على انخفاض الجهد البشري. عدم مراعاة أثر استخدام الآلية اللي هي الماكينات الآلية على انخفاض الجهد البشري. يعني أنا ما بستخدم التكنولوجيا والآلات، قللت عدد العمالة عندي. نفرض تساوي الجهد البشري وتساوي درجة الآلية المستخدمة احتمال بعيد. يعني أنا عشان أساوي بين الجهد البشري وبين الآلة هلاقي إيه؟ مفيش وجه مقارنة بينهم، لان الاله بتطلع انتاج اعلى، الايه، الانسان بيطلع انتاج ايه، اقل، لان ده استخدام الاله بيطلع لي انتاج سريع. ففي بعض المصانع دخلوا التكنولوجيا حتى كمان في ادخال البيانات واستخدام الكمبيوتر، فاستغنى عن الايه، بعض الوظائف الموجوده وبعض البشر بايه، بالاله. الاحتمال القريب هو زيادة درجة الآلية ترفع من معدل الإنتاج بأقل جهد بشري. يعني أنا ممكن الآلة اللي كنت مثلا، ولا أنا كنا بنقول المكان بتاع فحص القماش، عشان أعمل فحص للقماش كان العامل هو اللي بيبقى قدام الآلة وبيكتب لي العيوب وكده. دلوقتي الآلة ممكن تشتغل لوحدها، هو العامل بيديها البيانات وهي تشتغل لوحدها، فبقت الآلة بتشتغل أسرع، لأن العامل كان الأول هو اللي بيحط التوب وهو اللي يرفع التوب ويتابع الآلة ويقيد. لا، بقت الآلة هي اللي بتعمل كل ده، فبقت التوب اللي مثلا ياخد معايا ساعة، لا، مع الآلة بياخد ربع ساعة. فكده بقت الآلة هي اللي بتشتغل، فالآلة اللي تقدر تطلع لي 5 6 تواب في الساعة. طيب ما كنا بنيجي نفرد طبقات القماش، لازم يبقى فيه 4 هنا و4 الناحية التانية وواحد هنا وواحد هنا، فتلاقي 10 واقفين حوالين ترابيزة الفرد عشان يفردوا طبقات القماش. لما جينا نستخدم الآلة العادية اللي هو جهاز تطبيق القماش، بقى وفر في عدد العمالة، بس بيحتاج برضو العامل يبقى موجود عشان يفرد معاه، لان دي آلة يدوية. لما جينا نستخدم اللي هي نصف آلية، بقت قللت في العمالة. لما جينا نستخدم الكمبيوتر، محتاجين واحد بس عليه. ليه؟ لان الواحد ده هو ده اللي بيدخل البرمجة بتشتغل، وبعد ما بتشتغل بتديني جرس ان هي خلصت، فبقى وفرت العشرة بواحد، ان انا محتاجة واحد بس يقف يعمل ايه، يتابعها وهي شغاله، عشان لو حصل اي عطل واديت لي انذار يشوف هي ايه سبب العطل إيه. فبالتالي ان انا في بعض المصانع ما بقتش تساوي بين البشر، وقللت عدد العماله اللي موجوده عندها. تمام، نكمل تاني. وفي حاله ضعف مستوى الاله، لا يكون العنصر البشري مسؤولا عن انخفاض الانتاجيه. دي بقى بتبقى مشكله، ان انا المصنع اعتمد على الالات وقلل العماله، فبالتالي لو الاله دي عطلت وما عندوش عماله تشتغل مكان الاله، هيحصل ايه؟ الانتاج بتاعه يقف، اتعطل. طب لو مصنع تاني بقى معتمد على الاتنين، معتمد على الاله ومعتمد على العماله، يعني مثلا هو كان محتاج 10، هم خلاهم 5 موجودين مع الاله، فبالتالي ان الآلة لو عطلت العمالة اللي موجودة هتشتغل. يبقى كده ايه،
ما حصلش عنده اي ايه اي عطل للانتاج، ولا الانتاج عنده وقف، لا بس هو الانتاج هيقل. ليه؟ لان اللي كان بتطلعه له الاله هيطلعوا العماله هتطلعوا ايه، هتطلع نصه او ايه او ربع، بس الانتاج عنده موقفش. ده اللي ايه ده المهم. يبقى هو كده حل مشكله ايه عنده. ففي بيبقى في فرق بين المصنع اللي بيعتمد على الاله كليا والمصنع اللي بيعتمد على الاله ايه جزئيا. نكمل. النتائج تختلف اذا كان معدل الانتاجيه محسوبا على اساس عدد العاملين او على اساس عدد ساعات العمل بعد استبعاد الوقت الضائع بسبب الاجازات المختلفه خلال الفتره الزمنيه محل التقييم. يعني انا دلوقتي داخل المصنع بحسب ايه الوقت الضايع. الوقت الضايع اللي هو ايه ساعات الراحه اللي بياخدها ايه بياخدها العاملين في اليوم. آه كمان الاجازات انا حاسبه لهم مثلا بياخدوا اجازه يوم في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع. ولو جالي اجازه مناسبات بعمل ايه؟ يعني الاجازات المناسبات اللي هي الاعياد حسب الاجازات القوميه بتاعتي، فباخد ايه باخد الاجازه سواء اجازه اعياد اجازات مناسبات خاصه، فدي كلها بتبقى محسوبه من الاجازات، فدي لازم احسبها في الوقت الضايع. فدلوقتي لازم يكون بقى عندي ايه اقدر احسب ده، لان انا مش عارف احسب الوقت ازاي. يبقى يبقى النتائج تختلف اذا كان ايه معدل الانتاجيه محسوب على اساس عدد العاملين. يعني هل عدد العاملين اللي عندي انا بحسب عدد العاملين بدي الاجور على عدد العاملين ولا عدد الساعات اللي اشتغلوها؟ يبقى انا لازم احسب ده، هل في عدد احسبهم على عدد العاملين ولا عدد الساعات. طبعا هنا بتبقى النتائج بتختلف. ليه بقى؟ لان ممكن يكون مش كلهم بيشتغلوا نفس عدد الساعات، ممكن يكون حد بيشتغل ساعات اكتر، ممكن حد بيشتغل ساعات اقل، في حد بيجيلي اثناء الاجازات ويشتغل. يعني ممكن يكون مثلا في اجازات قوميه تبقى يوم واحد، لا ممكن اشغل المصنع فيه العمال فيها واديهم الاجازه دي رحلها بعد ما نخلص ايه الطلبيه. يبقى دي ايه بتختلف. طيب عندما تختلف اسعار المنتجات من سنه لاخرى تظهر مشكله في قياس الانتاجيه انتاجيه العامل او ساعه العمل على اساس قيمه الانتاج. طبعا انا كده لو بحاسبه على الانتاج، لو بحاسب العامل على الانتاج، فانا عندي الـ كل سنه بيتغير تكلفه، تكلفه المنتج نفسها بتتغير. طيب انا هحاسبه دلوقتي على المنتج كل فتره لما بيزيد عندي سعر المنتج وحاسبه وازوده، ولا هعمل ايه؟ انا عندي كل سنه المنتج بيضاف عليه سعر الزياده لان الخامات بتزيد، المعدات بتزيد، القيمة الضريبية كل ده بيزيد عندي. طب انا هعرف احاسب الايه العامل ازاي عندي لما يكون عندي دايما زيادة في الاسعار وانا لازم ازوده هو كمان في الاجر بتاعه. تعالوا نشوف ايه بعد كده. هنا بقى قال لك ايه، قال نحل المشكله دي ازاي بقى. تعالوا نشوف كده قال نحل المشكله دي ازاي. يمكن التغلب على تلك المشكله عن طريق تثبيت الاسعار عند السنه الاساسي. يعني اول سنه انا عملت المنتج مثلا ب 50 جنيه، خلاص انا هثبت المنتج ده على 50 جنيه. طب هضيف عليه بقى ايه؟ اضيف عليه الضرائب او الزيادات اللي بتضيف، فبضيف عليها ال 50 جنيه دي. يبقى انا كده ثبت عندي سعر المنتج وضفت عليه الزياده، فهلاقي ان الزياده اللي بتضاف عليه كل سنه مش ايه مش هتبقى بالنسبه لي كبيره. ليه؟ لان انا حددت خلاص سعره في السنه الاولى اللي هي سنه الاساس سنه الانتاج، وبعد كده عملت الايه الاضافات اللي بتحصل في زياده الايه المنتج نفسه على السعر ده. فدي عشان اقدر احسب المنتج، فاقدر احاسب العامل على المنتج لو انا بحاسبه بالقطعه، لو انا بحاسبه ايه بالقطعه. طب نكمل مع بعض. يبقى يمكن التغلب على تلك المشكله عن طريق تثبيت الاسعار عند سنه الاساس حتى تكون المقارنه سهله. يعني انا ثبت السعر اهو على السنه الاولى اللي انا ايه صنعت فيها المنتج ده،
ويتم ضرب سعر السنة سنة الأساس في كمية الإنتاج. يعني أنا طلعت في السنة دي عدد قد إيه إنتاج، يعني أنا حسبت السعر بتاعي ده 50 جنيه، طلعت في السنة دي كام منتج، أو أنا بحسبها مثلا بالشهر، طلعت في الشهر كام منتج، واضرب عدد القطع في تمن المنتج نفسه، يطلع عدد القطع في ايه، في تمن المنتج ده، بناء عليه اقدر ايه احسب القيمة اللي هياخدها العام. نكمل. يبقى يتم ضرب سعر سنة الاساس في كمية الانتاج، ويتم قياس الانتاجية عن طريق ده، ان انا كل سنة انا السنة دي طلعت كام، السنة اللي بعديها طلعت كام، السنة اللي بعديها طلعت كام، فبالتالي اقدر احسب الايه الدخل بتاعي اللي داخل. كمان ان انا العامل اللي عندي لو انا بحاسبه بالقطع قدرت اعرف احاسبه ازاي. نكمل مع بعض بقى. عند قياس الانتاجية يتم التركيز على كمية الانتاج دون مراعاة مستويات جودة المنتج. في بعض المصانع بتعمل كده، اللي يهمها بتركز قوي على كمية الانتاج، لكن الجودة فين، جودة المنتج فين، ما بتقيس ده، ماشي. يبقى دون مراعاة مستوى جودة المنتج، وينبغي عند القياس مراعاة ذلك خاصة عند إجراء المقارنات من سنة لأخرى. يعني أنا دلوقتي لو أنا ما عملتش ده، ما عملتش ما قلتش ما قستش مستوى جودة المنتج، طيب أنا دلوقتي هعرف أنا مستوى المنتج بتاعي إزاي من سنة للتانية؟ لا، لازم أحط ده في الاعتبار، أحط في اعتباري إزاي أطلع جودة المنتج، اطلع المنتج بصورة جيدة، ويبقى عندي قياس ليها علشان احدد انا طلع مثلا عندي في السنة الاولى نص المنتجات طلعت بجودة عالية والنص التاني طلع بجودة رديئة، طب السنة اللي بعدها اتحسن الاداء ولا دقة ولا لا، طلع عندي قد ايه كم منتج غير مطابق للمواصفات او ان هو مش بجودة عالية، يبقى انا حسبت كده انا المنتجات عندي من اول سنة اشتغلت فيها لغاية ما وصلت للمرحلة الاخيرة. تمام، نكمل. قد يتوفر امام القائم بالقياس اكثر من وحدة لقياس الناتج، وعليه ان يختار ادقها وانسبها لظروفه، فان افضل وحدة للقياس هي الوزن. يعني انا دلوقتي افضل وحدة ليه، انا هدخل الخامات بالوزن وهقيس المنتجات اللي طالعة بالوزن. يعني انا دخلت 1000 طن، المفروض يطلع قدامهم 1000 طن خامات، يعني انا دخلت 1000 طن خامات المفروض يطلع المنتجات دي بنفس الوزن 1000 طن، ما يكونش في اختلاف. يبقى هو ده بيبقى افضل طريقة ان انا بوزن بيها الخامات، ان الخامات اللي داخلة لازم المنتجات اللي تطلع تبقى بنفس وزن الخامات. واغلبيه المصانع بتعمل كده، ما بتحسبهاش بالقطع، بتحسبها بالوزن، لان لو الوزن قل في المنتجات يبقى في حاجه طلعت ايه، في تهدير حصل. هيحسب لي بقى التهدير ازاي؟ يعني انا لو دخلت 1000 وطلعت 800 يبقى في 200 هدر، اعرف بقى ال 200 الهدر ده روحوا فين او طلعوا في ايه. تمام، نكمل. تفضل بعض المنظمات أن تحسب الإنتاجية على أساس إنتاجية العامل، وبعض المنظمات الأخرى تحسبها على أساس إنتاجية ساعة العمل، بينما تفضل بعض المنظمات الجمع بين الطريقتين. يعني في بعض المصانع بتحسبها على أساس إنتاجية العامل، يعني العامل طلع كم قطعة في اليوم، أنا بحسبه مثلا إن هو هياخد 25 جنيه في الساعة، ف25 جنيه في الساعة يبقى في اليوم هياخد مثلا 300 جنيه او 200 جنيه. تمام، يبقى كده اخد في اليوم 200 جنيه، خلاص. يبقى ليه، لان انا حسبته على القطعة، قلت القطعة هياخد فيها 25 جنيه، فهو عمل مثلا ايه، عمل 100 قطعة، عمل 4 قطع، عمل 5 قطع، عمل 6 قطع، يبقى انا هضرب ال6 قطع، فال25 جنيه اللي احسبه لحياكة القطعة الواحدة، فطلع لي ايه، طلع لي في اليوم مثلا 200 300 400 كده. طيب دي لو انا حسبته بالانتاجية، يعني حسبته بالقطع، ان انت طلع بتاخد على القطعة كذا، فطلعت 50 قطعة اخدت تمنها، طلعت 40 قطعة اخدت تمنها، طلعت 20 قطعة اخدت تمن. تمام، طب دي بعض المصانع بتعمل كده. في بعض المصانع التانية
تحسبها على اساس الساعة، انا هديك في الساعة مثلا 100 جنيه، يبقى انت مثلا تشتغل عندي 4 ساعات هديك 400، تشتغل عندي 8 ساعات هديك 800، بحيث ان اليوم اللي ما يجيش فيه خلاص كده هو اليوم بتاعه ما ايه ما جاش اخد فلوسه في اليوم. يبقى ايه، يبقى هو ده ايه، بعض المصانع بتحسبها كده. يبقى هو لو حسبها بالقطعة او حسبها بالساعة ماشي، في احيان بقى بيتبع الاتنين، بيحسبها بالساعة وحسبها بالقطعة، حسبها بعدد ساعات وعدد القطع، ودي بيبقى ايه صعب جدا التوازن بينها، لان انا ازاي حاسبه بالقطع وحاسبه بالساعة، هحاسبه ازاي؟ يعني مثلا انا هقول له ان انت عملت هتاخد على القطعة 25، 25 جنيه، يبقى وفي الساعة مثلا هتاخد 50 جنيه، انت بتطلع قطعتين في الساعة يبقى اديك 50 جنيه في الساعة، او بتطلع 4 قطع في الساعة يبقى هديك 100 جنيه في الساعة. فدي برضو ايه بتبقى جمع بينهم ايه صعب جدا. نكمل هنا بقى، هنتكلم عن ايه كيفية تحقيق العائد الاقتصادي الامثل للعملية الانتاجية. ازاي بقى احقق العائد بتاعي؟ يعني انا كان عندي مشكلة ازاي اقيس ايه انتاجية العامل، انا عايزة بقى احقق العائد الاقتصادي من خلال العملية الانتاجية. احقق العائد الاقتصادي بتاعي ازاي؟ تعالوا بقى نشوف كده. اولا استخدام قائمة الاختيار لتقييم الافكار الجديدة للمنتجات. اعمل قائمة لتقييم الافكار، ازاي اقيم الافكار الجديدة لايه للمنتجات بتاعتي، بحيث ان انا المنتج بتاعي ده لما اعمله تقييم ان انا بزود من تطوير المنتج، بزود من انتكار المنتجات الجديدة. تعالوا نشوف بقى كده القائمة دي بتقول لي ايه. بتقول لي هنا الوزن النسبي، تقييم لتوافر الصفة ضعيف متوسط جيد، الأهمية والوزن، صفات المنتج. هو هيحط لي صفات المنتج وايه، وانا هشوف بقى الوزن بتاعه ايه وأهمية الوزن ايه والتقييم بتاعه بقى ضعيف متوسط جيد. تعالوا بقى نشوف كده صفات المنتج بيقول ايه. ملائمة لخط الانتاج الحالي، يعني هل المنتج ده ملائم للخط الانتاج الحالي؟ طب الوزن بتاعه كام؟ 10%. الوزن النسبي 30%. طب تقييمه لتوفر الصفة جيد، يعني واخد 3. الصفة اللي بعدها تكاملها مع الآلات والمعدات، هل المنتج ده متكامل مع الآلات والمعدات؟ قال لي هنا 5% في الوزن و5% في الوزن النسبي، يعني بقى ايه في التقييم بتاعه حطه ايه، حطيته ضعيف. الزمن المتوقع لدورة حياتها، يعني دورة حياة المنتج هل هتستمر ولا مش هتستمر؟ قال لي هنا 10% وفي الوزن النسبي 20%، في التقييم بتاعه اخد متوسط، يعني يا يكمل يا ما يكملش. توافقها مع قنوات التوزيع الحالية، يعني هل هو هيبقى المنتج ده قابل للتوزيع في السوق، يعني عليه اقبال ولا معلوش اقبال. هنا قال لي 5%، هنا قال لي في الوزن النسبي قال لي 15%، في التقييم اخد جيد، يعني عليه اقبال في السوق. صلاحياتها مع حجم المبيعات المتوقع، اخد هنا 17%، وفي الوزن النسبي اخد 34%، وفي التقييم اخد 7. الترخيص ببراءة الاختراع اخد 5%، وفي الوزن النسبي اخد 5%، وفي الضعيف اخد ايه طبعا واخد 1 في الضعيف. اعتبارات الحجم والشكل والوزن واخد 3%، وفي الوزن واخد 6%، وطبعا هنا واخد متوسط. التغيرات في الطلب هنا واخد 10% في الوزن، وهنا الوزن النسبي واخد برضو 10%، وطبعا محطوط في درجة الضعيف. الاحتياجات المالية طويل الأجل واخد 15%، وهنا في الوزن النسبي واخد 45%، وطبعا متقيم جيد. هامش الربح واخد 20%، وهنا الوزن النسبي واخد 20%، والتقييم واخد متوسط. هلاقي بقى إجمالي الوزن النسبي للمنتج واخد 2.1%. يبقى كده هو ده طريقة حساب الايه التطور بتاع المنتج
والمنتج وصل معايا لغاية فين في الايه في الانتاج بتاعه. هنا بقى بيقول لي ايه بقى، كل صفة او خاصية من الخصائص المراد مراجعتها يعطي لها وزن، يعني كل صفة انا بحطها بحط لها وزن ليه. تقييم درجة توافر كل صفة من هذه الصفات بإعطائها قيمة كبيرة، يعني أنا تقييم درجة توافر كل صفة من هذه الصفات بإعطائها قيمة كمية، وتحديد نقاط مختلفة لكل صفة درجة توافر إيه الصفة، يعني كل صفة محطوط لها التقييم بتاعها محطوط لها الدرجة بتاعتها. بعد تسجيل إجابة معينة يتم إعطاء كل صفة وزنها النسبي بجمع الوزن النسبي الكلي لهذه الفكرة إذا كانت الفكرة جيدة، يعني أنا بجمع النسبي الوزن النسبي كله عشان أعرف هل الفكرة دي جيدة ولا الفكرة دي رديئة. يتم مقارنة قيم الفكرة بمستوى نمطي أو مقياس نمطي سبق تحديده من الإدارة لتقرير ما إذا كانت الفكرة مقبولة أو لا. ثانيا مرحلة اختيار المنتج. يبقى أول مرحلة كانت مرحلة اختيار ايه؟ الفكرة. هنيجي بقى مرحلة اختيار المنتج. بعد تقييم الأفكار الجديدة تقرر الإدارة ما هي خصائص المنتجات، ويعتمد على نتائج مجموعة من دراسات الجدوى التسويقية والجدوى الاقتصادية للمنتجات. ثالثا مرحلة وضع التصميم المبدئي، يختص تقديم عدة تصميمات ليقدم نماذج بديلة لمواجهة المنتج الذي تم اختياره، يعني بعمل تصميم مبدئي للمنتج وبشوف هل التصميم ده مناسب ولا غير مناسب، وبعمل نموذج علشان ايه اعرف هل التصميم ده هو ده بديل للمنتج، وهل اختاره ولا ما اختاروش. رابعا التصميم النهائي، الانتهاء من التعديلات المقترحة على النموذج المبدئي بحيث يتبلور شكله النهائي، وتشمل المواصفات الكلية للمنتج مكوناتها ورسم النماذج الخاصة به، وتكون الكفاءة والتكلفة خطوة هامة لاختيار التصميم. يعني أنا بختار التصميم، بعمل نموذج مبدئي للتصميم دوت، وأشوف بعد ما بعمل النموذج المبدئي ده هل النموذج ده مناسب ولا غير مناسب، هل هو مطابق للمواصفات ولا غير مطابق للمواصفات، وبعمل عليه التعديلات. بعد ما بعمل التعديلات بعمل تصميم نهائي للمنتج، بيبقى هو واخد الشكل النهائي لان ايه المنتج اللي هيتم ايه تنفيذه. ما المقصود بالقدرة على اعادة الانتاج؟ ايه المقصود بالقدرة على اعادة الانتاج؟ يعني ايه قدرة؟ يعني ازاي يبقى عندي القدرة على اعادة الانتاج؟ تعالوا نشوف يعني ايه القدرة الاول. تعني قدرة النظام، يعني انا كمصنع او منشأة عندي مقدرة اني اطلع انتاج، عندي مقدرة اني اشوف مساحة المصنع بتاعي، مش احنا كلمنا في مساحة المصنع وخطة المصنع وكده، هل عندي القدرة الإنتاجية، الإمكانيات اللي تديني القدرة الإنتاجية كمصنع؟ تعالوا نعول نعرف القدرة، بعد كده نشوف بقى قدرة المصنع وقدرة الإنتاج دي تيجي إزاي. تعني قدرة النظام الإنتاجي على الاستمرار في الإنتاج بنفس الجودة، جودة التصميم الهندسي. يعني إزاي أبقى أنا عامل هيكلة للمصنع، عامل نظام إنتاجي للمصنع، احافظ بقى على ايه؟ على نظام المصنع ده، خط سير المصنع، هي دي بقول عليها القدرة الانتاجية، ان انا احافظ على قدرة انتاج المصنع للمنتج ده، ان المصنع يستمر بنفس القوة بنفس الكفاءة بنفس الكمية المحطوطة ليه من اول سنة لغاية اخر سنة. هو فيه عندي خطة زمنية على المدى الطويل للإنتاج، دي بقول عليها القدرة الإنتاجية للمصنع، بستغل كل الموارد البشرية والمادية واللي موجودة داخل المصنع عشان أطلع الإنتاج بتاعي. تعالوا بقى نشوفنا إيه القدرة
الايه تعني قدرة النظام الانتاجي على الاستمرار في الانتاج بنفس الجودة، جودة التصميم الهندسي لهذه المنتجات بنفس باتباع عناصر تصميم المنتج، مثل اختيار الخامات، تحديد الطاقات، تحديد إجراءات التشغيل، والتي تؤثر مباشرة على القدرة على إعادة الإنتاج، ويتم عمل عينات للمنتج لاختيار القدرة على إعادة إنتاج التصميم وأيضا الخامات والعمليات. يعني كل نظام إنتاج أنا بشتغله بشوف قدرة المصنع على الإنتاج، وهل المصنع عنده الخامات، عنده المعدات الكافية للاستمرار في القدرة دي، والعناصر اللي بتساعد على ان القدرة دي تستمر، اختيار الخامات المناسبة للانتاج، الطاقات المطلوبة سواء طاقات بشرية، طاقات آلية، طاقات كهربائية، بنية تحتية، اجراءات التشغيل، كل دي هي دي بقول اللي هي ايه قدرة النظام الانتاجي، ازاي المصنع يستمر في شغله في طاقته، طاقته مستمرة زي ما بدأ في الأول، ما رجعش لورا. يبقى دي الايه ازاي المصنع يستمر على قدرة الانتاج بتاعه، ما يتأخرش، ما يحصلوش تراجع، ما يحصلوش ايه تأخر في العمل. ما هي متطلبات تحقيق العائد الاقتصادي للعملية الانتاجية؟ ازاي بقى احقق العائد الاقتصادي للعملية الانتاجية؟ تعالوا نشوف كده، هناخدها بقى ايه في صورة كده بعض الاسئلة اللي هناخدها على الايه الباب دوت، ان احنا نعرف ازاي الاسئلة تجينا بطرق ايه، اكمل وصل صح وغلط كده. نركز بقى مع بعض. بيقول لي هنا بقى قبل انتاج المنتج يجب ان تعرف، قبل انتاج المنتج يجب ان تعرف، يجب ان تعرف ايه قبل انتاج المنتج؟ قبل انتاج المنتج يجب ان تعرف ما هي السلع التي يريدها المستهلك، ايه السلع اللي هو المستهلك طالبها، وما هي مواصفاتها، وضع سعر منافس لسعر السوق لتحقيق بيع اكتر، عمل ترويج اعلان للمنتج، ايجاد منافس توزيع للسلع. تعالوا بقى ناخد كل نقطة كده نوضحها. واللي قبل انتاج المنتج يجب ان تعرف، يجب ان تعرف ايه السلع التي يريدها المستهلك. السلعة اللي انا هعملها دي او اللي انا هنفذها دي، المستهلك طالبها ولا مش طالبها؟ طب ومواصفات المستهلك ايه؟ هل نزلت عملت استبيان عن السلعة؟ هل انا عندي السلعة نفسها، المنتج نفسه، وهبدأ اعمل عليها قيمة مضافة عشان ازود السعر بتاعها؟ كمان لازم اكون اعرف المنافسين بتوعي بيبيعوا السلعة دي بكام. يعني دلوقتي هنزل بنطلون بقصة جديدة، عملت فيه تصميم جديد واختلاف جديد، هنزله كعينة اشوف رأي الناس فيه، العملاء، واشوف هل في اقبال عليه ولا لا، وجات لي طلبات. طب اشوف سعر السوق كام، بيتباع في كام في السوق، حد نزله قبلي ولا محدش نزله قبلي، طب السعر البنطلون ده نزل في السوق بكام وانا هبيعه بكام. طب علشان اقدر انافس السوق، انافس اللي داخلين معايا واحقق ايه اعلى بيع ليا، ازاي اراه اعمل ترويج لاعلاني للمنتج ده، يعني المنتج ده ايه الوسائل اللي انا هستخدمها للاعلان عشان اعلن عنه، هل هعملها هعمل اعلان في التلفزيون، هل اعمل هعمل اعلان على صفحتنا على الفيسبوك، هنزل في الجروبات العامة، كل ده لازم اعمل اكون عاملة حسابه. منافس توزيع السلع، هبيع المنتج ده فين، المنتج ده هبيعه فين، ايه المكان اللي هينزل فيه المنتج ده، هل هبيع المنتج ده لطلبة الجامعات فهينزل في المحلات اللي جنب طلبة جنب جامعات عشان الطلبة هيشتروه، ولا هنزله في عامة في محلات راقية،
يبقى لازم اعرف الايه المنتج بتاع ده بيخاطب انهي فئة من الفئات بتاعة المجتمع اللي هبيعه بيهم. تمام، نكمل. لكي تعرف ماذا يريد المستهلك يجب ان تجد الاجابة على الاسئلة الاتية. يعني انا عشان اعرف المستهلك عايز ايه لازم يبقى عندي ايه اجابة للاسئلة دي، لازم اجاوب على الاسئلة دي. هنا بيقول لي ما هي المواصفات والشكل والحجم واللون للمنتج الذي يريده المستهلك. يعني المستهلك ده ايه مواصفاته؟ هو عايز يلبس بنطلون، البنطلون ده مواصفاته ايه؟ طب مقاسه ايه؟ شكله ايه؟ لونه ايه؟ صح؟ يبقى انا هنا لما باجي انزل بنطلون، حتى تلاقي فيه بناطيل نزلت جديدة شكلها حلو جدا، بتبقى البنطلون مناسب، واخدين من القديم للحديث وعاملين له تطوير، يعني عاملين له قيمة مضافة. هو نفس البنطلون مثلا زي الشارلستون القديم اللي هو من 10 سنين، وضافوا عليه قصة جديدة فبقى مناسب مع جميع الفئات العمرية. بس من سن كام لسن كام؟ هقول من سن مثلا 15 سنة لسن 50 60 سنة. البنطلون ده يتناسب مع جميع المراحل. طب ألوانه ايه؟ نزلت منه جميع الألوان، كله عايز جميع الألوان مش عايز لون واحد. الخامة ايه؟ الشكل ايه؟ هل نزلت منه سادة؟ نزلت منه منقوش؟ كل ده لازم اعمل عليه دراسة كاملة قبل ما انزل المنتج السوق، واشوف هل في اقبال عليه ولا لا. ده اول سؤال. تاني سؤال بيقول لي اين يوجد المستهلك في قرية او مدينة؟ يعني انا المستهلك اللي انا هبيع له المنتج ده موجود فين؟ موجود في قرية ولا موجود في المدينة؟ لازم احدد انا هنزل الموديل ده لمين؟ لاهل القرية ولا اهل المدينة؟ لازم يبقى ايه، دي اسئلة انا بجاوب عليها لنفسي انا كمصنع قبل ما انزل المنتج. تالت سؤال بيقول لي ايه، متى يشترى المستهلك المنتج؟ امتى هيشتري المستهلك المنتج؟ هل على مدار العام او الموسم او موسم معين او في اوقات محددة؟ يعني انا دلوقتي هنزل المنتج ده للسوق، تمام، المستهلك ده هيشتريه لمدة قد ايه؟ هل هيشتريه عشان فترة العيد وبعد كده مش هيشتريه تاني، ولا هل المنتج ده مستمر معاه طول السنة فهيحتاجه طول السنة، ولا هل هيشتغل هيلبسه في الصيف بس فمش هيلبسه في الشتاء، ولا هيلبسه في الشتاء بس مش هيلبسه في الصيف، ولا ينفع الموديل ده لطول العام؟ يبقى انا كده لازم اجاوب على السؤال ده، بس السؤال ده مهم جدا ان انا اجاوب ايه عليه. نرجع تاني، ما هي الكميات التي يريدها وكم استطع ان ابيع له؟ يعني المستهلك هيحتاج من الموديل ده كام قطعة؟ هل هيحتاج قطعة واحدة؟ هل هيحتاج قطعتين؟ هل هيحتاج ثلاثة؟ طب هل انا هقدر اصنع القطع دي؟ هل انا هقدر البي احتياجاته للعدد اللي هو محتاجه المستهلك ولا لا؟ برضو لازم في اجابة على الاسئلة دي. هنا بقى بيقول ايه العوامل التي يجب مراعاتها عند البدء في تقدير تكلفة المنتج. انا عايزة احسب تكلفة المنتج، ايه هي العوامل اللي بتحدد لي او عن طريقها بقدر اراعي فيها ايه تقدير تكلفة المنتج. تعالوا نشوفها كده، التصميم، الجودة، الشكل، الخامة، السعر. طبعا تصميم المنتج ده مهم جدا، ان التصميم هو ده اللي انا بناء عليه بعمل المنتج. انا باول حاجه بحط الشكل للتصميم، سواء هعمل تصميم الفستان، هعمل دريس فستان الشباب، هعمل فستان للسن ال50، هعمل فستان طفله من سن مثلا سنه لغايه سن 4 سنين، هعمل فستان للسن المحير اللي هو بيبقى بنقول عليه من 12 لغايه 15 سنة. فأنا بحدد التصميم بتاعي، والتصميم ده لأني مرحلة عمرية، تمام، وأني مناسبة.
يعني الفستان ده هيتلبس الصبح، هيتلبس بعد الظهر، هيتلبس في الشغل، هيتلبس في المناسبات، يبقى انا لازم احدد ده. الجودة، الجودة احط معايير للجودة بتاعة المنتج، معايير الجودة، لازم المنتج يبقى مطابق للمواصفات، مطابق للمقاسات، الخامة تكون جيدة، تمام. الشكل، وده الشكل ده مهم جدا، شكل المنتج، شكل المنتج النهائي هل هيبقى مقبول ولا غير مقبول. الخامات، لازم الخامات اللي انا هكون مدخلها للمنتج تكون مناسبة لسعر المنتج، ما تكونش خامات رديئة، ما تكونش خامات متوسطة، ما تكونش خامات غالية فالمنتج يطلع معايا غالي. السعر، لازم السعر يبقى مناسب لكل ده، مناسب لكل المراحل اللي مر بيها المنتج، ما يكونش تكلفة المنتج عالية وانا حاطة سعر اقل، ما يكونش تكلفة المنتج اقل وانا حاطة سعر اعلى، تمام. نكمل. خامسا، تكلفة انتاج قطعة ملابس، تحليل عناصر التكاليف. ازاي بقى احسب تكلفة قطعة ملابس؟ انا هنفذ قطعة، احسب التكلفة بتاعتها واحسب عناصر التكاليف بتاعتها. تعالوا بقى نمشي مع النقطة دي خطوة بخطوة. تنقسم التكاليف الى، بتنقسم الى التكاليف الى ايه؟ تنقسم التكاليف الى ايه؟ تكاليف الانتاج المتغير، تكاليف الانتاج الثابتة، التكاليف الإدارية. تكاليف الإنتاج المتغير، تكاليف الإنتاج الثابتة، تكاليف الإدارية. تعالوا بقى نشوف كل واحدة. تكاليف الإنتاج المتغير زي إيه؟ المواد الخام المباشرة، العمالة المباشرة، المصاريف الأخرى المباشرة. قولها تاني. المواد الخام المباشرة، العمالة المباشرة، المصاريف الأخرى المباشرة. يعني ايه مباشر؟ كل ما يدخل في تصنيع المنتج. كلمة مباشر، كل ما يدخل في تصنيع المنتج، نحفظها. المباشر اللي هو ايه؟ كل ما يدخل في تصنيع المنتج، تمام. تعالوا بقى نكمل مع بعض. تكاليف الانتاج الثابتة اللي هي ما بتتغيرش عندي، تكاليف الانتاج ايه؟ الثابتة. استهلاك الالات والمعدات ومباني المصنع واساس ومكاتب المصنع، مرتبات الإدارة الصناعية، الفوائد الخاصة بممتلكات المصنع. التكاليف الإدارية هي إيه بقى؟ هي التي تنفق من أجل استكمال إنتاج المنتج وبيعه للمستهلك. هي التي تنفق من أجل استكمال إنتاج المنتج وبيعه للمستهلك، دي اسمها تكاليف إدارية. حساب تكلفة منتج واحد من الملابس الجاهزة، إزاي أحسب بقى تكلفة المنتج الواحد؟ هحسبه ازاي؟ اول حاجة بقول التكلفة المباشرة والتكلفة الغير مباشرة، بحسب التكلفة المباشرة وبحسب التكلفة الغير مباشرة، بجمعهم مع بعض يديني تكلفة المنتج الواحد. التكلفة المباشرة بقى بحسبها ازاي؟ تعالوا نحسبها مع بعض. يتمثل في تكلفة الخامات وتكلفة العمالة المباشرة. يبقى التكلفة المباشرة بحسب تكلفة الخامات وتكلفة العمالة المباشرة اللي هي أجور العمال. تكلفة الخامات هي حساب ايه بقى؟ تعالوا بقى نحسبها كده. تكلفة الخامات، الخامات هي حساب الخامات الداخلية في التصنيع، ويراعى فيها ثمن الخامة، مصاريف نقل الخامة، مكان التصنيع، الهالك من الخامة، الاكسسوارات الداخلية في التصنيع. يبقى دي تكلفة الخامات ايه؟ ازاي بحسبها؟ تعالوا نشوف التانية. تكلفة العمالة المباشرة بحسبها ازاي؟ تعالوا نشوفها مع بعض، نركز. تكلفة العمالة المباشرة تحسب الأجور الشهرية لجميع العمال، تحسب ساعات العمل الشهرية الفعلية للعمال، تحسب ساعات العمل لإنتاج قطعة واحدة، تحسب تكلفة العمالة للقطعة الواحدة، تمام. كده أنا حسبت ايه بقى؟ حسبت التكلفة. في الحلقة القادمة إن شاء الله هنكمل بقيت حساب التكلفات، تكلفة المنتج وتكلفة العمال كمان، أجور العمال. إن شاء الله في الحلقة القادمة هناخد مراجعة على، هنستكمل الباب التاني وهناخد مراجعة على الباب الأول والباب التاني، تذكرة للي احنا أخدناه من اللي فات.
عايزين الحلقة الجاية نكون مذاكرين كويس جدا الباب الأول والباب التاني، وأول بأول نكون مذاكرين علشان ما ايه ما يتسرقش مننا الوقت ونلاقي نفسنا على آخر السنة ايه ما لميناش المادة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأشوفكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله.